السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بس نصلي ونسلم نبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة جبت لكم العرض الجبار بأمر الله، العرض اللي هو مش هشوفه في أي مكان. النهاردة عامل التريكو، الشغل التريكو ده بألوانه وبمجلاته. خش كده على الألوان بتاعته، الألوان بتاعته زي ما انتم شايفين عامل الأربعة ب 300 جنيه. خد أربعة ب 300 جنيه، يعني الواحدة عاملة 75، يعني الحتة الواحدة عاملة 75. بص تخش على التفاصيل كده، خش على الحتة، ولا ينفع توبر ولا ينفع ايه، ولا ينفع يحصل لها اي حاجة. الحتة البوم 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 اللي هي ترند السنة دي ما شاء الله. بص الوانه عاملة ازاي، تعالى وايه خد لك اربعة ب 300 جنيه. بص بص الجامد، بص الالوان الجامدة، بص الاطول بتاعه، تعالى وشوف الالوان. الله المستعان على الطبيعة، شغل الله اكبر ما شاء الله. تصنيع ايه؟ تصنيع مصنعنا ده. اول موديل. الموديل الثاني اللي عليه عرض بامر الله الجاكيت الجلد، عليه عرض النهارده في مصنع بارتيمان، مكتب بارتيمان. بص بص نخش على التفاصيل من جوه عامله ازاي. الجاكيت الجلد ده ب 185 جنيه عندي في المكتب، 185 جنيه وعرضات اللي هي التصفيات بتاعه المصنع. تمام كده، تعالى بس الله المستعان. عندك الاسود وعندك البني بتاعه، بطانه من جوه فرو، بس عشان اوريهم بس البطانه. بص الحته عامله ازاي، الله اكبر ما شاء الله. حاجه بامر الله، الشغل ده مش هتلاقيه في اي مكان. شغل الله اكبر، يعني جلد الله اكبر ما شاء الله، حاجه محترمه يعني. طيب الموديل بقى الثاني اللي عليه عرض برضو، الجاكيت بقى بيطلع تحت في المحلات، مش يعني مش 500 و600، لا ده في ناس كمان بتسمع فيه مثلا 800 جنيه كمان. ليه بقى؟ عشان الجاكيت ده ضم وطنه فرو زي ما انتم شايفين. الجاكيت ده عندنا هنا بقى ب 200 جنيه. تعالى وشوف الوانه، تعالى خد بص الوانه، خش على التفاصيل. بص الوانه، البيج والاسود والنبيتي. بص عندك 13 لون، والزيتي درجتين، وعندك الرصاصي والاسود اهو. تعالى خش على الزيتي الدرجه الثانيه. تمام كده، ابيض الكحلي الاسود الجملي والبيج ودرجات كتير ما شاء الله. تعالى بامر الله هتلاقي في شغل عند الله اكبر، عاملين عليه عروضات جامده قوي. اي جاكيت عندي هنا 150، عندي لا سوري 200، وفي جاكيت ده اللي هو البيسبول ده عاملين عليه عرض ب 120 جنيه. تعالى بص ايه، تعالى بص الحلويات بامر الله. التصفيات المكتب عندنا، التصفيات المحل، التصفيات المحل عندنا بتاع وسط البلد وتصفيات المكتب. تمام كده، تعالى شرفونا شارع العشرين خلف حديقة البدر جسر السويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.